ازاي الزمالك حافظ على اللقب الدوري الموسم الثالث على التوالي من وجهة نظرك؟ محتاجين اولا روح واصرار وعزيمه ورجاله في الملعب زي ما احنا متعودين منهم. ان شاء الله باذن الله رب العالمين نحافظ على كل بنط، ما ينفعش ان احنا نخسر او نتعادل بعد كده. ان شاء الله باذن الله الدوري الثالث في 100 عقبه باذن الله. والله انا من وجهه نظري ان الزمالك لازم يعني ينشط شويه، لان انا شايف في نوع من الناس مسترخيه شويه او ثقه زايده، والمدرب كويس مش بس، هي العمليه كلها ان احنا عاوزين الروح ترجع تاني اكتر من الاول كده، اكتر من دلوقتي يعني، لان التفريط في النقط ده يعني ممكن ياثر على الزمالك في الاخر. بص والله، واحنا عندنا افضل سكواد في مصر حاليا، عندنا فريرة طبعا مدرب عالمي لا غبار عليه، بس هو الفكره كلها ان انت تحس ان اللعيبه ما فيش الروح بتاعه الموسم اللي فات، ما فيش الاداء بتاع الموسم اللي فات. محتاجين تدعيم كبير في خط الهجوم وفي خط الدفاع، راس الحربة لازم لو هيجيبوا اوبيوكو او حد على نفس المستوى ده يفرق كتير جدا، لازم اللعيبه مبدعين. والله يعني شايف الاساس يسيبوا المدرب في حاله، اللعيبه برضك في حالها، في مش تقصير في عدم توفيق في كم مباراه الاخيره، ولكن الزمالك محتاج راس حربه ده اساسي، خط نص ده اساسي لازم بدل يبقى مهاجم مفيد للزمالك. اعتقد على الاقل في المتاح دلوقتي، الاثنين اللي جم دلوقتي تقريبا ما ادوش اللي هو الغرض منهم، فاعتقد ابوكا دلوقتي يكون صفقه يعني لو كان بس في المراكز الشتوي ده هي الصفقه الوحيده، اعتقد ده مناسب جدا جدا للزمالك. ان شاء الله لعبه رجاله يعني، ان شاء الله احنا واثقين فيهم، وان شاء الله ما يضيعوش نقط كتير، ونركز في ماتش الاهلي، وان شاء الله ندي فرصه لعيبه اكتر زي يوسف وسامي نبيه ومصطفى شلبي، لعيبه رجاله، وطبعا عندنا نجم الدوري المصري طبعا زيزو طبعا وامام عاشور، لعيبه كبيره يعني، ان شاء الله وان شاء الله يلعبوا بروح، وان شاء الله فتوح يرجع، وان شاء الله نادي الزمالك اقوى طبعا. نبقى رجاله في الملعب ونثبت رجولتنا، وسياده المستشار مرتضى منصور مش مؤخر عليهم اي حاجه ولا حقات، ويعرفوا قيمه تيشيرت نادي الزمالك، ونبقى رجاله في الملعب، ودول ابطال نادي الزمالك، وان شاء الله الثالثه على التوالت ان شاء الله في 100 عقبه. والله يحافظ على الدوري باللعب في الملعب، ما يديش فرصه لحد ان هو يتلكك له، حكم يقرص علينا زي السنين اللي فاتت، بس يجروا في الملعب بس يضغطوا. يعني ماتش الاتحاد اللي فات ده ما كانش فيه ضغط على اللعيبه على الخصم. الكوره انك تجري وتضغط، ما تديش الخصم اللي قدامك فرصه انه يبص الكوره وانت تقف تتفرج عليه، لازم تقرص عليه، ما تديش فرصه الحكم بقى يتلكك لك، الحاجات دي كلها طبعا وطبعا الروح مهمه، والجري والجماهير لازم، بص اللعيب لازم ينزل الملعب يجري، هي الكوره جري. يا رب طبعا النهارده ياخدوا الدوري بتاع الزمالك عشان نكسب السنه دي، واحنا طبعا عاوزينهم يلعبوا رجاله عشان احنا لما هم بيخسروا احنا طبعا كلنا بنزعل.